كابتن، اخيرا حمزة بدردور واستبعاده كان قرار ايده الكل بهذا الانضباط والاحترام وتتواجد المنتخب منكم او من الاتحاد، كيف اتفقتم على هذا القرار؟ طبعا هو كان عادي جدا ان يغادر يعني حمزة الدردور، باعتبار انه يمكن ما بقاش عنده الكنترول ولا ضبط النفس ولا تحكم يعني في الاعصاب ديالو، واظن انه مصلحه الفريق كله مصلحته هو بالخصوص اولا، لكن تبقى دائما حمزة الدردور يعني من اللاعبين يعني المميزين المحترمين. طبعا حنايا هذا شيء عادي يعني وتوقع في جميع الاسر، حتى في الاسر يعني العائليه كيوقع، وما دام يعني في فريق ديال كره القدم يعني الحمد لله الامور يعني كانت بسيطه جدا، وحنا ان شاء الله كنتمنوا الخير للكل، لا للمجموعه حفظا على المجموعه وراه حفظا على اللاعب.